بعد الكلمة الروحية الجميلة نبتدي مع حضراتكم أخبارنا النهاردة. وأول خبر معانا النهاردة هو خبر اقتصادي، يعني عرفناه مساء يوم الخميس، وهو بيقول البنك المركزي يقرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%. قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإقراض والاقتراض، هيصل ل 19.5 ل 19 وربع ل 20 وربع على الترتيب، يعني هيبقى تقريبا اللي هيقترض ب 20%، واللي هياخد قرض ياخده تقريبا ب 19 او يقترض يقترض ب 20 والبنك يقرض ب 19. ده اللي موجود دلوقتي. رفع اسعار الفائده طبعا بيبقى لها تاثير كبير جدا على السوق سواء بالسلب او بالايجاب. عايزين نفهم اكتر ونعرف القصه دي ممكن توصلنا لفين، وهل ده اقتصاديا ده كان قرار صائب ولا لا. البعض بيقول ده هيزود حجم الدين الدخل بشكل كبير جدا، البعض بيقول لا قرار موفق عشان شوية تفك فكرة ان الناس تشتري وتبيع وتقترض وتقرض وكده، ده يقلل الحجم شوية فيبتدي الأمور تبقى مظبوطة. نعرف أكتر من الأستاذة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية. يا أستاذة حنان صباح الفل. صباح الخير عليكم كلكم. صباح الخير يا أهلا أهلا بحضرتك. عايزة أبتدي مع حضرتك برفع أسعار الفايدة على على الإقراض والاقتراض بمعدل 1%، ده تأثيره إيه على السوق؟ يعني لو هنقدر نترجم هذا القرار الاقتصادي لكلام بسيط ممكن يفهمه الإنسان أو المواطن البسيط نقول إيه؟ دايما بنقول رفع اسعار الفايده هو نوع من التشدد المالي. يعني ايه؟ يعني انا بحاول ان انا اقلل الفلوس اللي في حوزه المتعامل عشان خاطر يروح يبيعها في البنك فاقدر اسيطر على التضخم فاقدر اسيطر على الصرف. طبعا احنا عندنا داخل مصر الموضوع مش بهذا الشكل البسيط لان احنا مرتبطين بسلع عالميه وسلع اساسيه وبترتفع اسعارها عالميا بسبب ازمه طبعا روسيا واوكرانيا وخروج روسيا من اتفاقيه الحبوب وارتفاع الاسعار عالميا فبنتاثر احنا كمان. طبعا احنا كان البنك المركزي اصدر بيان يوم الخميس ان الداعي لرفع اسعار الفايده حاجتين، هو ثبات معدلات النمو وتاني حاجه ارتفاع معدلات التضخم على الاساس السنوي اللي هو التضخم الاساسي بسبب ارتفاع السلع الاساسيه والحاصلات الزراعيه والمواد الاساسيه. بيبقى قدام البنك حلول طبعا ماليه وحلول نقديه بتبقى اصعبها طبعا للناس كلها وكلنا رافضين وهي تحريك الجنيه مقابل الدولار لانه بيتسبب في مزيد من التضخم وارتفاع الاسعار وعدم السيطره على الاسواق. الحل اللي بيبقى يعني الدوله ممكن تتدخل فيه هو رفع اسعار الفايده، وده طبعا زي ما حضرتك ذكرت له يعني تكلفه عاليه جدا على الاقتراض وعلى فوائد الدين وعلى ايجار سندات الخزانه والسندات العالميه لانه بيرفع طبعا اسعار الفايده في اصدارها، وده طبعا بيحمل الموازنه العامه للدوله بالمزيد من العجز. فبتضطر بقى الدوله مع هذا ان هي تتخذ اجراءات ماليه اخرى لضبط الاسواق، ودينا بقى ايه العالم كله في صراع مع السياسات النقديه المتشدده ولا السياسات التيسيريه ولا رفع اسعار الفايده ولا الاتجاه لتعاونات تجاريه بعملات مختلفه، فكلها بقى ايه موضوع اقتصادي. يعني هو الناس على فكره دلوقتي فاهمينه كويس جدا وراكبينه في الحياه اليوميه وعارفين تاثير رفع اسعار الفايده ايه على الاسواق ككل، هل ترتفع الاسعار بتاعت السلع طبعا على الحدود القصوى يعني الواحد مش ناقص، انما في البورصه ممكن المره دي ما بقاش لها تاثير لان في الفتره الحاليه اهتمام من قبل الدوله في دولات البورصه ودخل فيها سيره قويه في اهتمام بالتقارب من بعض القطاعات فده عمل زخم في تداولات البورصه. يعني احنا اخذنا الاثر بدري شويه اللي هو لما اصدر البنك المركزي قرارات بان البنوك الوطنيه تصدر شهادات ادخار بالدولار الامريكي ب 7.9% و9% بالعائد بالدولار والاستحقاق بالدولار، فده طبعا سحب جزء من السيوله المتواجده مع المتعاملين للتحويل للدولار والايداع، فاحنا خدنا صدمه بدري بدري. لما بقى ال 1% دي
مش هيكون له تأثير على دورات البورصة، اللي أعتقد إن هي يعني خلاص اللي عايز يبيع في البنك خلاص خرج، واللي بيتداول في البورصة بيتداول. صحيح. وشايفين الحمد لله يعني المؤشرات تبتدي تتظبط وتداولات ترجع تاني اللي هي تداولات مليارية. تمام. فبإذن الله يعني مفيش أصل البورصة، هنظل بإذن الله على ارتفاعات متوازنة. بنتمنى يعني إن القرارات المتشددة بعد وقت، أنا عارف إن بيبقى صاحب القرار بيبقى غصب عنه ممكن ياخد قرارات متشدده زي رفع سعر الفايده، لكن بنتمنى ان هذه القرارات الاقتصاديه ان يجي الوقت يبقى فيه يعني اصلاح في الاقتصاد بشكل افضل، تعديل الاقتصاد بشكل افضل، ونشوف الاسواق تبتدي تتراجع فيها التضخم اللي عمال يزيد عندنا في مصر. نتمنى نشوف ده في الفتره اللي جايه. بشكرك جدا استاذه حنان رمسيس الخبيره الاقتصاديه. نروح لخبر تاني، ويمكن على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا يعني سنتين والتالتة بنشوف دور مهم جدا بتقوم به الكنيسة المصرية الوطنية. اهتمامنا بأنه يكون في ربط بين أبناء الكنيسة أو المصريين في الخارج ومصر، ويشوفوا على أرض الواقع بلدهم ويكونوا مرتبطين بيها، ويكونوا هم فعلا زي ما بيقول كده خير سفراء لبلدهم بره مصر. ده دور مهم جدا الكنيسة حريصة عليه، وبنشوف البابا تودروس الثاني ربنا يديله الصحة رب كده وطولة العمر، واهتمامه بالشباب في المهجر واستقبالهم في مركز أو في لوجوس في وادي النطرون، والأسبوع اللي بيقعدوا الشباب من مختلف قارات العالم هنا، وفي تنوع بتبقى في زياراتهم وفي الندوات اللي بيحضروها وفي الأعمال الخيرية وفي زياراتهم طبعا الميدانية هنا لكل المشروعات اللي بتحصل في مصر، ويشوفوا بلدهم إيه اللي بيحصل فيها ويطلعوا هم اللي يروجوا لده ويتكلموا عنهم. هو ده اللي بيحصل الحقيقة على مدار السنين اللي فاتت. الملتقى الثالث، ملتقى لوجوس الثالث للشباب في المهجر واللي موجود هنا خلال أسبوع، كان يوم زيارة مهمة جدا للمتحف المصري الكبير بصحبة السفيرة سهى الجندي وزيرة الهجرة. دخلوا الحقيقة وشافوا كانوا في حالة انبهار بالمتحف والأروقة والمقتنيات وكل الحاجات اللي موجودة فيها، لكن كمان كان الخبر بيتكلم على الزيارات الميدانية اللي عملها الشباب والمساعدات. يعني شافوا السودانيين اللي مصر بتستضيفهم هنا وفتح أحضانها وأبوابها ليهم بعد الأزمة، الملاجئ، الأطفال وخدمتهم، أكتر من زيارة ميدانية قاموا بيها. وطبعا يعني ده مجهود كبير جدا جدا، ودايما بنقول دور الكنيسة، كنيستنا كنيسة وطنية بتقدم الدور الوطني مش الروحي بس لأبنائها. طبعا يعني أنا برضو حابب أثني على هذا المؤتمر وكل المؤتمرات اللي بتتعمل في مع قداسة البابا من أجل خدمة الشباب سواء داخل مصر أو خارجها. خدمة الشباب في الكنيسة خدمة ممتدة بقالها زمن طويل جدا، قداسة البابا مهتم جدا بالشباب، وطبعا خدمة الشباب في الكنيسة ولا سيما طبعا في عصر البابا شنودة وبداية وتأسيس أسقفية الشباب، ده دور مهم جدا وده دور مهم جدا، ودي أدوار مش متعارضة، دي أدوار بتكمل بعض، بتفرح الشباب، بتخدم الشباب. وبشكر كمان سيادة السفيرة سهى الجندي وزيرة الهجرة على دورها وعلى وجودها في المؤتمر. كمان معانا خبر يهم بقى شباب الثانوية العامة، شباب الثانوية العامة، وخلاص بداية من النهاردة ولحد يوم الأربعاء اللي جاي إن شاء الله تسجيل رغبات المرحلة الأولى، وطبعا التسجيل إلكتروني. زمان بقى كنا نروح نتجمع ونروح سوا كده كلنا ايه نلزق الطوابع اللي قلنا عليها انا وهبه المره اللي فاتت ونروح نقدم في التنسيق. طيب الحد الادنى للمرحله للشعبه العلميه اللي هي علم علوم 88.29%، 88.29% ده مرحله اولى علم علوم. علم رياضه او الشعبه الهندسيه 83.41%، الشعبة الأدبية 70.6%، 70.61%، دقيقين جدا. فده يعني ربنا يوفقكم بالتوفيق، وإن شاء الله تلاقوا الكليات اللي أنتوا عاوزينها. وعايز أنصح كل الشباب، دخلت كلية مش على مزاجك قوي حاول تجتهد وتنجح وتبقى كويس، خرجت منها لقيت برضو نفسك مموعة وبرضو ما عجبكش شوية اللي أنت اتعلمتهم، بعد ما تخلص روح اتعلم أي حاجة أنت
عاوزها، الفرص ما بتنتهيش طول ما احنا فينا نفس. ولا المجموع ولا الكليه اللي انت هتدخلها هي الحاجه اللي هتحدد مستقبلك، لكن حاجات تانية انت اللي هتختارها بنفسك، ما تخليش حاجه تقف قدامك. طيب الخبر ده بيتكلم عن المترو، محطات جديده او تفريعه جديده من الخط الثالث لمترو الانفاق. احنا شايفين طبعا المترو والخط الثالث اللي هو يعني فعلا هو رائع ومعمول بشكل دقيق جدا وبيخدم مناطق كتير جدا. فالخط او التفريعه دي لسه اشتغلت بشكل تجريبي بدون جمهور، لكن هتفتتح قدام الجمهور في السنه دي ان شاء الله، يعني قبل ما السنه تخلص 2023، هتكون بمعدل عدد 15 محطة. هقول لكم هتبقى من فين لفين إن شاء الله، ده برضو تخف ضغط وزحام وتخدم الناس بشكل أكبر، من محطة العتبة لغاية ميدان الكتكات، وبعدين إمبابة لغاية الطريق الدائري، المهندسين، بولاق الدكرور، شارع وادي النيل، جامعة الدول العربية لغاية جامعة القاهرة. طبعا اللي أنا بقولهم دول مرورا بأكتر من منطقة أو محطة، بمعدل 15 محطة إن شاء الله تفتتح قريب جدا في 2023. للمرة 50 بعد 100، ومش أول مرة أقرأ أخبار زي كده، يقول لك هنرخص التوك توك. التوك توك اللي ماشي بلا ضابط ولا رابط، اللي ماشي يدب في الناس كلها، اللي ماشي يعاكس البنات، اللي ماشي يخطف شنط البنات، اللي ماشي يشتم زي ما هو عايز، اللي سايقه عيال عندها 10 سنين و9 سنين و7 سنين، اللي ماشي تبص وانت ماشي بالعربيه تلاقيه طلع من تحت رجليك ولا طلع من تحت العربيه ما تعرفش طلع منين، ويقول لك يا باشا في ايه وبتاع. اعتدنا ان اللي بيسوق التوك توك خاصة في القاهرة، خاصة في القاهرة، يمكن أنا ركبت توك توك في المحافظات وفي الصعيد وفي وجه بحر وجه قبلي، الناس عشان تعرف بعض شوية بيبقوا أكثر احتراما وأكثر أدبا، يقول لك ده ابن فلان ده بنت فلان، ما نبصش لحد عشان عندهم عادات وتقاليد. لكن أنا بتكلم بالأكثر على التكاتك في القاهرة اللي ممكن ببساطة خالص، أنا مش بتجن على حد، ولو أنا غلطان قولولي، ببساطة خالص تلاقي الولد اللي سايق التوك توك ضارب سيجارة حشيش، متوه، حرامي، بألفاظ بذيئة جدا، بيعلي الكاسيت عشان يسمع العماير كلها وهو ماشي المهرجان الجديد اللي هو شخصيا معجب بيه، بغض النظر انا احب اسمع مهرجان لا، بس هو يسمعك ولو قلت له وطي كأنك بتشتمه. فيعني المرور بتقول هنحدد الأوراق المطلوبة لترخيص التوك توك، معنى كده أن التوك توك هيجي تاني وهيملى أكتر، ومعنى كده أن المناطق اللي ما بيدخلهاش التوك توك وكانت حرمة التوك توك يدخلها هتبقى موجودة. تمام. المهم الأوراق هي الإفراج الجمركي الخاص بالمركبة، هيجيب الإفراج الجمركي معاه وهيدفع تأمين إجباري قيمته 107 جنيه وهيسدد الضرائب المستحقة، ونموذج الفحص الفني والبيئي يتم الحصول عليه من جهة المرور الترخيصية، والمستندات الدالة على ملكية وفاتورة الشراء، ومستندات الملكية تكون معتمدة من جهة المرور التابع التاجر المعتمد في بيع هذه المركبات بختم شعار الجمهورية. ده في ناس مشتريه توك توك من 15 و20 سنة ما اعتقدش ان لسه عنده الفاتورة. صورة بطاقة الرقم القومي لمالك المركبة، معنى كده ان المالك بس اللي هيسوق مش العيال عنده، مش اطفال ومخلف 7 و10 عيال فبيخلي العيال ياخدوا كل واحد ساعتين. مستندات يفيد بسداد التأمين على السائق من 500 زائد 100، يعني 600 جنيه فتح ملف ضريب. بتمنى ان موضوع التوك توك ده اللي ملوش حل يتلاقي له حل. انا ضد قطع عيش الناس، عشان اقول الموضوع بصراحة وبمنتهى الامان، انا ضد قطع عيش الناس، لكن انا كنا في فترة من الفترات بنتكلم خد مني التوك توك واديني تمناية، اديني العربية اللي هم بيسموها تمناية، ليه؟ اهي احسن وافضل ومش هيسوقها غير شخص بالغ، لو طفل صغير مش ممكن ما يعرفش ان شاء الله يعني ما يعرفش يسوقها، فليه لا؟ فاهم ازاي؟ لكن انا مش ما اقصدش ابدا ان ناخد التوك توك نرميه ونقول لهم ايه شوفوا لكم شغلانه، ما اقصدش ابدا الكلام ده كله، لكن اقصد اني لازم يبقى في تقنين، يعني ايه النهارده اللي سايق توك توك ممكن يطلع حرامي ويخطف البتاع؟ ما هو معلوش نمر ومعلوش ارقام وعيال صغيره اللي سايقه او شباب متوهه. فارجوكم شوفوا لنا موضوع التوك توك بشكل يليق في البلد، احنا تعبنا والناس تعبت، وانا دوري هنا ان انا اوصل صوت الناس واقول لكم تعبنا من سواقه التوك توك خاصه في القاهره، ربما في الريف وفي القرى وبتاع
بيبقى له دور مهم جدا، وزي ما قلت تاني في القرى وفي الريف والمناطق اللي عارفه بعض بيبقوا اكثر ادبا واكثر اخلاقا عشان الناس عارفه بعض. لو حصل حاجه يعرفوا يجيبوا هنا في القاهره استاذ احمد، القرى لو حصل حاجه هيبقوا عارفين مين اللي سايق التوك توك ده وابن مين ولا مين مشغل مين عليه، صح، ويعرفوا يجيبوه. لكن هنا ومع كل الاوراق اللي احنا بنقولها ومحاولات التقنين اللي هي بقالها سنين وده ما حصلش، حتى فكره انه التوك توك يشتغل في الشوارع الجانبيه اللي ما ينفعش عربيه تدخلها او المناطق اللي ما ينفعش عربيات تدخلها وما يكونش بره في الشوارع العموميه، برده ده ما حصلش. يعني بعيدا عن الاوراق التوك توك موجود في شوارع رئيسيه عامل ازمه، ما عليهوش ارقام، مش مقنن اوضاعه حضرتك مع الاوراق دي، ودي رساله او نداء الى ادارات المرور، حضرتك هتضمن لنا انه ده يحصل، ان التقنين ده يحصل، لما الاقيش التوك توك في الشوارع الرئيسيه ان كله يبقى عليه نمر، كله عليه ملصق الكتروني، ان لو حصل حاجه نعرف نجيبه. اذا كانت ازمه الميكروباصات مستمره لغايه دلوقتي، حضرتك كاميرات المراقبه اللي ماليه الشوارع وكل العربيات، يعني كلنا بندفع لو سرعه المفروض على 60 وانت سايق على 62 بتتلقط مخالفه وبيجي لك الرساله، الميكروباصات فين من الكلام ده؟ النهارده بتمشي في بعض الشوارع ويعني اشهرها وعلى راسها مثلا شارع جسر السويس اللي المفروض تم توسعه الشارع، شايفين عامل ازاي بعد محطات المترو اللي موجوده فيه، صف واثنين وثلاثه ميكروباصات، ما فيش مكان للطريق ان العربيات تعدي منه. طبعا ما فيش نمر، يعني معظم الميكروباصات في مصر النهارده من غير نمر. معلش انا اسفه، لصالح مين؟ انا مش فاهم. في امناء الشرطه اللي المفروض انهم واقفين ينظموا المرور، واقفين. انا بقول لحضراتكم لو الكلام ده غلط تقدروا تنزلوا شارع جسر السويس وتشوفوا الكلام ده، صف واثنين وثلاثه بيحملوا وبينزلوا في وسط الشارع، ما فيش مكان للعربيات الملاكي انها تعدي. فاذا كنت بتكلم كده على الميكروباص اللي هو اسحاق بيقول طب نديهم تمنيه، الميكروباص وضعه كده، فالتوك توك هيبقى وضعه ايه؟ فالموضوع محتاج اعاده نظر وقرارات حاسمه تخلصنا من اللي احنا فيه ده. يعني مثلا هبه قالت جسر السويس، تعالى اقول لك مثلا ان قد ايه الشارع جسر السويس ده كان شارع سيء جدا وكان ضيق جدا، قد ايه الدوله عملت فيه مجهود كبير طبعًا. جدا ووسعت الشارع جدا جدا وبقى شارع متسفلت وحلو، بقى شارع محترم جدا للمشي بيه السيارات، بس لما تلاقي الميكروباص واقف 10 صفوف بالعرض ممنوع العربيه الملاكه تعدي، دي اسمها بلطجه، ده ما اسموش اكل عيش، ما اسموش عشان احنا فاتحين بيوت، ما اسموش ده اكل عيش، ما اسموش هو انت عشان راكب ملاكي بقى هتقرف، ما اسمهاش كده، اسمها بلطجه. الناس ما بتخلاش من اذاهم واقفين بالعرض، تمام، الناس ما بتخلاش بالاذى المعاكسات للبنات الرايحه واللي جايه، البصه هنا والكلمه هنا والرايحه هنا وركبي هنا يا هاني فارجوكم احنا بس مش بننتقد، لكن على الاقل احنا بنحاول نوصل صوت الناس اللي بنقابلهم في الشارع ويقولوا لنا ابو شايف، فشايف دي انا بحاول اقولها بس بكلام، حس انها امانه يعني. طيب مره واثنين وثلاثه وعشره بنقول لما نسمع حاجه او اشاعه معينه حتى نقراها، مش لازم يكون بص شوف بيقولوا ايه ده هيحصل كذا، ونبتدي نتناقل الكلام ده مع بعض. فمن الاشاعات اللي دايره اليومين دول انهم هيقفلوا منطقه الاهرامات وهيتمنع منها السياحه لا مصريين ولا اجانب عشان في تطوير بيحصل في منطقه الاهرامات. الكلام ده مش مظبوط ومش صحيح، والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة السياحة والآثار واللي قالت إن الكلام ده مش مظبوط، المنطقة مفتوحة، الأهرامات مفتوحة للزيارة سواء للمصريين أو الأجانب، على الرغم من ان الجزء بتاعنا هيتم تطوير المنطقه ده حقيقي، لكن من غير ما يتم غلقها. هي فكره ان بنطور المنطقه اللي بتقدم الخدمات للناس اللي رايحه تزور، ومعلومه زي دي او اشاعه، مش معلومه دي، مش معلومه، اشاعه مغلوطه زي دي، معلومات مغلوطه زي دي طبعا تاذي وتاثر على السياحه اللي جاي من بره وعامل حسابه او في خطته في برنامجه هيروح لغايه الاهرامات ويسمع حاجه زي دي فمش هيروح، فاحنا بنضرب السياحه بنفسنا. فارجوكم لو سمحتوا لما تشوفوا او تسمعوا اي حاجه ما يعني تحققوا من صحتها بنفسكم، ادخلوا على الصفحات الرسميه للهيئات او الوزارات هتشوفوا طبعا لو في حاجه بيكذبوها، لو في معلومه صحيحه بينشروها. يعني ناخد اخر اخبارنا والارصاد، وبيقولوا لنا ارتفاع طفيف في درجات الحراره، هي مش ناقصه اكتر بس من كده بس تعالوا نشوف درجات الحراره ونرجع تاني.
دي كانت أخبارنا. عايز أقول لكم وبناء على طلبكم بدل المرة مرات، إحنا عاوزينكم تهتموا وتركزوا، إحنا مبسوطين جدا بتركيزكم على الموضوعات التربوية، لأن مشاكل الأهالي مع أولادهم والولاد مع الأباء بقت صعبة جدا، وإحنا بقينا في وقت وجيل صعب ومش عارفين نتعاملوا دايما في فجوة. وبناء على الطلب ده إحنا النهاردة يعني خصصنا الحلقة بالكامل، الوقت المتبقي من الحلقة، الفقرة الرئيسية إن إحنا نتكلم فيها عن المشاكل اللي بتواجه بابا وماما وتيتا وجده في تربية ولادهم، مشاكل سن المراهقة، الفجوة اللي بتبقى بينهم، مش عارفين نصاحب أولادنا، المثل اللي بيقول إن كبر ابنك خويه، تسمع المثل ده تقول طب أعملها إزاي ما أنا حاولت وأنا معرفتش. كل اللي عنده مشكلة وعنده سؤال وعنده أزمة في التعامل أو في التربية، البابا وماما اللي هيبقوا لسه بابا وماما إن شاء الله وبيستعدوا لده وعندهم تساؤل إزاي يستعدوا إنهم يكونوا فعلا أب وأم كويسين في تربيتهم لاولادهم، تقدروا تتواصلوا معانا. والنهارده هيسعدنا وشرفنا جدا دكتور ايهاب ماجد، وطبعا يعني غني عن التعريف، استشاري الصحه النفسيه والارشاد الاسري، يجاوب على كل تساؤلاتكم، والفقره مفتوحه طبعا للتواصل معاكم بعد الفاصل.